sir. بشهيك بيرجع بكون مفزوه بترجع بيطلع تاكل مره ثانيه. بدك تاكل معي؟ هيدا هلا انت عم تحرسني. قلت لي وحده هيك منبلشوا بتاخدوا سكيات بتصفوا السيارة بتجوا على 8 ما بتجوا على 10 سكي بتجوا على 8 إلا ربع بتصفوا السيارة على الباب على مدخل الجونكسيون فرايوت بيهتم فيكم مصطفى هون بطل ومن هون ببلش من هون يلا سكياتك عرفت الدرجة أستاذ نهارك سعيد صباح الخير جود مورنينج من احلى بلد بالعالم نحن وين نحن بفريا هالثلاث اشهر بالسنه اللي بننطرهم بتحكوا عن بحر لبنان بتحكوا عن سهرات لبنان بنحكي عن شط لبنان الحلو ومرات بننسى نحكي عن سكي لبنان سكي لبنان من اروع ما يكون واكيد اهم واحد او اذا مش الوحيد بكل المنطقه الشرق الاوسط عم نحكي عن تقريبا 3 او 4 بيستات سكي بلبنان بيناتهم الاهم والاكبر هي مزار مدري كم تلسياج يمكن 16 او 17 واحد بتبلش بالجونكسيون من الجونكسيون بنرجع بنطلع اليوم اكيد ورده الباركينج تبعها مسكر سهلا بنكتشف اذا الورده اكشلي فتحوها او لا التلجات رائعين بلشت شتويه من اولها برودات غير شكل الحراره 2 وهيك بنبلش النهار بنبلش كيف السيستم بيصير بتوصلوا بتصفوا بالباركينج التيكت $25 او 700,000 اليوم نهار اللي تصورت الحلقه بعدين انا معود من زمان اني بصف دغري دغري على الباب على الجونكسيون وبفوت عند فرايات مصطفى بيهتم فيي بحبني بيعرفني تصور معه بياخد سكياتي وبلا ما تلبك اني احطهم بالسياره وتلج ومي وكل هالخبار اهم شيء تكونوا لابسين منيح عوينات هلا بيركبوا بعد شوي بدهم ماسك ضروري او بتحتالوا على القانون وبتعملوا هيك اند يس اليوم جاي معي اصحابي شو عقلين يا حياتي ماركو فادي وراح سوا رح نعمل سكي نصور شوي نفرجيكم الاجواء الحلوه ونفتش على وين في اكل لاني بعد ما تروقت جود مورنينج من احلى بلد بالعالم مشوار سكي ليولش انت كنت مستنزر انه انا كثير بيسالوني اياها وبتصير معي كثير انه رايح معنطي الحي العسكيه انه اكيد نهارنا نبلش منقوشه واخبار خبرهم خورنا خبرهم خبرهم وقفنا مطرح بدنا ناكل هول الاولين بدي يكون على 8 بالبيتزا وما بناكل قبل كرمال عرفت كيف ما تروقنا بالبيت قلنا انطوني هلا ترويقه مش عم لحن احنا طالعين ثلاث اربع محلات هلا هول مسؤول كثير هلا بيحذفهم ما بحطهم لك على البيستات بلا اكل واو تلجت بعقده شوف هادي روعه تلجت بعقده بعقده مجلدين السين بعد ما فوخروا كثير سكي الصبح بدهم يجوا نيو 12 وطالع جات وقت عم تتصبح هلا بتلحق لو ما في عجقه كثير احلى شيء هلا بيوتيفل يلا اول نزله تحميه
تقريبا هو 9 ساعة تقريبا شي 9 بلشت باركينج عبي وراي عم تشوفوه التلسكي مفول بريكوشنز اوف كوفيد مأخذين بلشوا البيستات تفتح واحدة واحدة الشمس عم تطلع وراي الطقس رائع بيوتيفل داي رواق عن جد رواق الكل جاي يريح راسه رائع 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 طيب شو رايكم هلا نطلع على جبل جيب اعلى نقطة منظر من فوق كتير حلو ان شاء الله بنشوف بيروت وبنشوف اذا بنلاقي شيء ناكله هات نشوف الشباب ونصور مارك اجا معي اليوم فهيت نستفيد منه انه معقول بس تجي هيك ونلعب ونتسلى ونحن وطعميك خبرنا شوي شو في نباتات واحد معقول يلاقيها هون شو بيضاين تحت الشتاء او تحت التلج لمرت الجاي معقول نلتقى بشي اذا شفنا شي مندق فيه مناكله او لا شو لازم نعرف هلا الطبيعه هلا نايمه يعني هون اندر ماس توتال بس ما بس عم تشوف في مثل شوك طالع كل شوي هيدا اسمها من هون فينا نعرفها بربريس ليبانوتيكا اللي هي ما في منها بالعالم غير بلبنان اسمها البربريسه والفواكه تبعها بيتاكل اذا لقينا هلا كم وحده بس هي فقدت ورقها سو اذا لقينا فواكه واكلنا بدها شي مره تدوقها وتقول طيبه لانه مدوقه كذا ثلاث مرات بتقول مش طيبه بتكون فور سيزون هلا بنشوف هلا في كثير نباتات ثانيين يلي هن بيتحملوا يعيشوا تحت التلج ليه التلج كثير مهم نحن هلا انا وياك فينا نشرح ثيابنا قد ما نحن دفيانين التلج بيعمل هيدا الشيء سو في سقعه كثير برا التلج بيخلي temperature يصير ستابل يلي هيدا بيخلي النباتات يعيشوا احسن من انه يوم سقع يوم لا سو كثير مهم لهم والاساس اللي انت خبرتنا عنه بحلقه قبل للبذر سو كثير من الشجر تبعنا مثل الزاب مثلا لازم ياكلون عصافير وحيوانات لازم يرجع التلج عليهم بالتفتيت تبع التلج كل يوم بيهرم السيد دورمنسي شوي شوي تخليهم للبذرات يكونوا ريدي بالربيع سو عنده كثير 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 اهميه اهلا وسهلا فيكم باعلى مطعم بلبنان كاف دي موتون تابع لاوبرج لوفالي فانتو هون بتاكلوا كل شيء سبيسياليتي سويس وليبانيز كمان فمن الركلات للفوندو اللي بتجي ديركت من سويسرا للركلات برجر اللي بشهي للسوسيس دوفو بيجي ديركت من سويسرا كمان للهوت دوغ هلا بدوب لك اياها ديركت اللي بيشحروا مع نيتلا وانسى اسمك يا عطول لا لازم نحكي موضوع كتير مهم اجمالا واحد كان بيطلع على السكي بيقول هلا شو بدي اكل شو ما كان منقوش معظمي وما بعرف شو لحديث ما فتح هذا المحل اكتشفته من سنتين واكلنا وقتها هو دوغ غير شكل وهلا ركلات بلبنان بعد في ايام سوق الاكل فكرت انقطعت قفر هالقد مرتبة هون والقعدة والتهذيب والاحترام هلا مسألة وين تعلموا كل هالاخبار بس في عالم سويسرا وين ما كان فصار المشي على سكي اكيد لسكي بس المشي تا واحد يكون لقمة طيبة هون شغلة تانية هيتا نطلع على برا نفرجيكم ستيشن فتحين مطعم بيفرج الاكل اللبناني كله بسويسرا لكل الناس وشاليه سويس كمان اسمه الشاليه واللبناني لو بارادايز بالك ما بتنزل ولا السوسيس امبورتد من برا يا سلام بهاللحظه بالذات واحد بينسى اصحابه
بيقول الصحن بيركض فيه. بطاطا بطاطا اللي مسلوقه مظبوط. الاكلات شو هالجبنه العظيمه سوبر لودد فاتي. هيك بتحط لكم كل الحراره اللي لازمه كمان نهار عظيم. الموسيقى عنده حلوه. الكول ياجر البيره وهن فاميلي بزنس هو واخواته اكسلون بيحرز مشوار لهون يعني بالتنكي. كيف هول التنكي؟ كل شيء بيجي من برا. كل شيء من برا تقريبا. واضرب والله. فاخترعنا له ساندويش اللي هو ساندويش بيستور سميناه. مالك يا تونيكس. والله انتوني في مشروع الاضرب الجبنة الروعة والسوسيس اللي جاي من اوروبا لعندكم. بالصبح مع انطوني ما عم نقدر نلحقه كل الوقت لحقينه على الفيستات. طب قول لهم عندك ايكول ديسكي اللي بده يتصل فيك. عندنا ايكول ديسكي اد سبورتس اكاديمي 704-3-3935. ثانك يو جايز بنشوفكم. هوت واين هوت واين مش نسكافيه لا هوت واين. واو الشهير ساندويش اضرب مسميينه. اوكي فوالا هيدا سوسيس دفو بيجي من سويسرا ديركت مع موتاب دي ديجون. فوالا نفضل بلا الكاتشب اذا ممكن. وهيدا الاضرب يا ملك. فوالا يا ويلك كثير قوي كثير قوي كثير قوي. هاي بما انه كلهم بيحضروا ومتابعينك بدي ياخذوا معك صوره بليز كل الاولاد. يلا قربوا و الساسج مش معقول شو طيبة روعة. ساسج رائعة رائعة رائعة. قشرتها منا قاسية منا سميكة ما بتعلق بين سنين. من جوا سوبر جوسي حتى لو صار لها على الجريل تقريبا شي 10 دقايق. amazing flavor. ما في شيء أقوى من تاني. ما في بهارات كتير قوية. خبزته فعلا خبزته مش منتظر يكون في خبز هالقد طيبة هون. وراكلات راكلات يعني راكلات قصة كتير كبيرة. راكلات منبهر متفاجئ ومبسوط. بس لازم نشد حالنا ونرجع نامسكي. اهلا فيكم. نورت نورت وان شاء الله سنه مباركه وعام سعيد. فادي انا مره وانا بس بيضة على الغداء هيك مش غداء بيضة برانش ما بعرف شو بنسميه بس بيضة. شو اسم مطعم اضرب اضرب ركلات اضرب. او ماي جاد جد ميرسي انت يعني ما في زون نروح ولا مونترو ولا محل. We'll be right back.
له سكر نبات. بعد في سكر نبات بهالايام. شو هيدا اللي عم تعمله؟ بطل بطل بطل. اهلا وسهلا فيكم، وينني؟ يطلع لكم سكر، تعوا. بداية الموسم، تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. نحكي عن الاكل مش بس الاكل، نحكي عن سكر نبات. كم سنة صار لك هون بشرفك؟ 30 سنة هون، وبعد عنده سكر نبات. أنا قلت غيرت الأيام وبطل عنده 30 سنة وبعده، يلي بيجي بيعرف له وجهه هيك بحس إنه قريب على القلب، بيقول له سكر نبات عندي. سكر نبات. والله أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هي قصة. هالبيس ما بتغير. 100% هي قصة السكر نبات. إنه فيها شيء من التواضع، إنه حبة منا غالية، رخيصة، بيضة، بتدل على جمال الروح، على جمال هالتلج. فيا اخذ وعطى، يعني كانه شخص عم يعطي من روحه. طب اعرفهم عليك. ياس حقيقي ما بيضيع، كنت عامله على الشباب على الطريق، هلا ملتقى بعمل ياس. بس بعدين تغيرت الايام، يمكن سكر نبات مش موجود. اهلا وسهلا فيك. من هالمشروع دايما الله بيضل يدبر. وكمل كمان. نعم. ما تاخذوا وثيقه بس الناس بيحبهم وبيعرفهم. لا بعلاج. او جيبوا معكم الكيس ليوزع للناس. اللي بده يوجد. وخليك دايما عم تضحك. هيدي الحمد لله. جيبوا معكم الكيس. هيدي نعمل. انا بجيب لك كيس مرة تجي. لا 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 ما بدي تتعذب، بيوجعد. اهلا وسهلا. شو سكر نبات. انطوني اسرع، عم بصوروك اسرع. 30 سنة بخدمة الناس. سكر نبات. بس بتعلم، بتفرج العطاء والمحبة والكرم. رائع زلمة. ايوه 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 ايوه. هيك بدك؟ ايه. بدك هيك ان ايموشنال مومنت. تلج نعمة نعمة نعمة، البرد الهواياتي اللي ما مش حاسس هالإحساس، القعدة بالأبيض التام، الألوان، الهواء، صوت الطبيعة والجبال كيف عم تمشي مع بعضها. واحد ينزل يعمل سكي وحده، يقعد مع حاله 10 دقايق من فوق لتحت، تسوى كتير. شغلة شغلة كتير 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 كبيرة. كل وقت عم تحكي مع يلي بس بيعملوا سكي، اللي ما بيعملوا سكي فيهم يجوا ياخذوا التلساج يطلعوا. خبرون اللي ما بيعمل سكي لازم يعمل تلج. تلج اكثر بكثير من اخذنا السياره وبرمنا على شفنا التلجات الوسخين حد الطريق. التلج هي طالعه التلج، فيكم تاخذوا التلسكي تطلع لفوق تاكلوا سوسجز اللي اكلناهم. التلج تمشي ركات هايكينج بالتلج شغله كثير كبيره. 3 4 اشهر ربنا نعمهم على لبنان، بيعملوا كثير فرق لانه هن المي والزراعه والبرد والجبال والانهار واكيد المتعه. Thank you, صورتني ومعلت لي الشيء هاي. أنتوني ثانك يو، لك الشرف. هلا وين بروح لاقي سكياتك بين كل هول؟ من جاري من ايس. بلش يبرد طقس كثير كثير كثير، فقلنا لعبناهم نحن اليوم ترويقة هلا والغدا على بكره. فادي الكبير لك. تشيرز. عشقة الناس كثير كبيرة هون. شكلهم كثير كثير مهم. زعتر طيبين؟ كثير طيبين، زعتر وأكلة. Nice crunchiness. Good dough. No, good stuff. Very good stuff. Very good. Thank you. لحقت هاي اللي عطيتني نصها. ما في اعلان. يلا تعال. ما تجيش ابن نوتيلا. ليه ما تجي؟ هلا. هلا ودينا ماركو اكلنا باليه.
ظبطت وحدي هالمرة على العجقة على الكبس، طلعت وحدي وهولي ربع ساعة رواق تنخلص السنة، نحط plans of the year، نتذكر شو عملنا هالسنة، شو عبينا نعمل سنة الجاي. وبهيدا الفيديو بوعدكن انه سنة الجاي سنة رائعة رائعة رائعة، من الاكتشافات، من العالم، من الابطال، من الاكل، من السياحة، من الزراعة، من كل شيء فيكم تتخيلوه. خليني ضلني واحدة بعد، عندي خمس دقايق لقدام، خليني أفكر بعد. رجعنا عن توني، وتوني عنده شي 50 زبون. رجعنا عن توني تنشوف شو الوضع وشو بعد عنده أشياء طيبة. اضرب يا تونكس يا مالك. اوكي هاتك يا يلا شوكوبا موز نوتيلا. ليك معنا وقت للتصوير. طفي طفي. اوه خبز روعه روعة، مكرمين كتير. وهيدا هي شوية انرجي تنكفي، عم ناكل الجبال اكل وشوية اكل معهم. انطوني يا حبيبي هولي احلى ناس، لو منه ما في لبنان، ما في لبنان لو منهم. يلا اضرب. لبنان ما بيلبق له الدايت. مش لقلنا done for the day. هلا كل شيء اكل بقلب الوقت النهار يعني ما بينحسب. ففي الغداء هلا هولي كانوا بس دواق. من بعد نهار طويل الساعة 12 حنفل، ما رح نطول كتير لانه اول نهار العضلات تتعب تاكل. فعضلت من المكان، ناخذ بريك وباي. لا مش باي 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 من السكي، لانه بدنا ناكل. بدنا ناكل. انا شبعت انا بس يعني ناكل. The little he knows انه اكلنا منقوشة زعتر وحدة نوتيلا بلي. عن جد؟ طيب نعيشك طيبين؟ يا اهلا وسهلا شو قولك؟ طبعا يا على التجربة اللي بيسمعك بفكرك اول مرة. اشتقت لكم، بعرف انه يوم مثلا اشتقت لكم. احنا احنا اشتقناكم كمان. قلت لكم تطلع على السكي. ايه. هون المنطقة كلها ربطك ولا عندك شيء. يا أهلا وسهلا يا أهلا. في منطقة وقت يعني. يا أهلا وسهلا فيك. بعد نهار السكي نحن ما أكلنا شيء. من الصبح. بدأ أور ما أولادني. يلا. إم بشير اللقمة الطيبة، إم بشير الضحكة الحلوة، إم بشير الأمل، إم بشير النفس، إم بشير الانرجي، ام بشير الباك تو ذا روتس، ام بشير الضيعه، ام بشير ام بشير وابو بشير بننساه دائما بالمعادله يعني.
مدروسة. ام بشير من فعلي عن حكام لبنان ونحن منقلكن اهم قرش بالدنيا. احساس لا يفسر. احساس رجوع على الاصل. هواية الحلوين. الطقس الروعة. البرودات غير شكل. لك الزيتونة طعمتها زيتون. والنعنع طعمتها نعنع. والبندورية ولا اروع من هيك. وتحسوا حالكم عم تتمشوا بالطبيعة. وتشموا الزعتر. بيفتحوا كل مشاعركم وبتحط الدمعة بالعين. بيشتاق للبنان كتير. انا بالطيارة سكر كابي. عيوني دمعوا. كل نهار برات لبنان. مثل واحد شلته من البريز الكهرباء عرفتيه فعايش بلا كهرباء. ترجع على لبنان بتحط الفيش. بتشوف المحبة. بتشوف الشعب الطيب. بتشوف هالبلد. بياخد العقل. نحن لبنان حق علينا. في شيء اسمه attitude of gratitude. يا شعب لبنان خلينا كلنا attitude of gratitude. لانه الرب نعم علينا باحلى بلد العالم. برافو على جي سي سي وعلى دبي وعلى كل بلاد وكتر خيرهم شو عم بيعملوا معنا. بس لبنان غير محل. حكوا الحال؟ هيدي عروسة المنقيش. عروسة المنقيش. وهيدي أميرة المنقيش. ملكة المنقيش. تسلم تسلم يا أنطوني. بالدور هن دايما الزعتر أول شيء وبعدين الجبنة مع حاجة. بالدور. بست بست فور لاست. ضروري تكلوها برا لانه هيدي فيها اكيد تتلاقي ارض. او ماي جاد اكستازي. هيدا وحدة من مليون طريقة الواحد بيقدر يقضي فيها وقته بلبنان. نهار بسكي بيبلش أجواء حلوة بيخلص بأجواء حلوة. ضحك استقبالات أكل وناس بتعقد. من أحلى بلد بالعالم من ألكون باي وناطرينكم بلبنان. يلا بكرة نفرجيكم بيسات سكي بغير محلات. باي باي.